بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله شوطا ينتهي وشوطا ينطلق. تابعت الشوط الماضي، تابعت شاهين سعيد بن خالد بن بروق الحميري قطع المسافة في 4:43 بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط 13 للإبكار والشوط 3 للإضافيات. نسير مع الصدارة، نسير مع المركز الأول، نتابع زعفران علي بن صغير المحرم ينتقل مع المركز الثاني. المركز الثاني الشاهنية علي بن حمودة الظاهر ينتقل مع المركز الثالث مياسة فرق بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الرابع الغدوم مع الشاهنية محمد بن كميد العامري قادم مع المركز الرابع، والمركز الخامس الغدوم مع المركز الخامس مع الضبي مبارك بن حمد بن 70 المحرمين. دائن الاول للخمس المراكز الاولى، للخمس المراكز المتقدمة. شو بقية الاسماء يمصورنا نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، نعود مع المقدمة والصدارة. المركز الأول لا زالت مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. المركز الأول زعفران علي بن صغير بن دكوك المحرمي مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط، والدخول أيضا مع الشاهنية علي بن حمودة الظاهري قادم مع المركز الثاني، والمركز الثالث مياسة فرق بن علي بن حمودة الظاهري، وايضا وصلت اخوية المركز الثاني، والدخول ايضا من الجانب الاخر. الدخول من شواهين احمد بن حبتور البلوشي قادم مع المركز الثاني، وصل واخذ المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مياسة فرق بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الرابع الشانية هزاع بن عبد النعيمي. وصلنا الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو النهائي. لمن من هذه الاسماء؟ لمن من هذه الشعارات؟ الصدارة المركز الاول، المركز الاول الشاهنية علي بن حمودة الظاهري مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط، لا زال يتقدم مع الصدارة. والمركز الثاني، مع مياسة فرق بن علي بن حمودة الظاهري، وايضا وصل واخذ المركز الثاني، ايضا وصول من شعار بن عيلان الشاهنية خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري مع المركز الثالث. المعركة قوية، الله الله، وايضا وصل علي بن حمودة الظاهري، وصلت واخذت المركز الثالث الشاهنية، ولكن الصدارة المقدمة مع المركز الاول بن عيلان الشاهنية مع الصدارة خلفان بن سعيد بن عيلان المهيري راحوا هالبينة، ولكن وصل بن حمودة
وصلت الشهنية، وصلت وصل علي بن حمودة الظاهري مع الشهنية، ولكن من عيلان بن عيلان مع الصدارة مع المركز الأول. تهانينا والناموس لخلفان بن سعيد بن عيلان المهيري المركز الثاني، والمركز الثاني والثالث مع علي بن حمودة الظاهري مع الشهنية، والمركز الثالث المركز الرابع الشهنية سالم بن عيد المهيري. تهانينا والناموس لخلفان بن سعيد بن عيلان المهيري.